السلام عليكم ورحمة الله. فريق أوبن هاردوير الجزائر يقدم لكم هذا العمل والمتمثل في نموذج لتحكم في مصعد من 4 طوابق. استعملنا في لوحة التجارب بطاقة أردوينو ميكا، شاشة LCD، أزرار طالب من داخل وخارج المصعد، وقواطع تؤدي دور المصدم، مصابيح مساعدة منها ما يدل على وصول المصعد عند كل طابق، منها ما يؤدي دور تشغيل واتجاه المحرك، ومنها أيضا يؤدي دور فتح وغلق الباب. والآن نقوم بطلب النزول إلى الطابق الأول. المصباح الأوسط يدل على تشغيل المحرك، المصباح الثاني دال على النزول. الوصول إلى الطابق الأول، اشتعال المصباح الدال على ذلك، الإشارة على فتح الباب وغلقه بعد 4 ثواني. طالب الصعود إلى الطابق الثاني، نستعمل الزر المتواجد داخل المصعد، نلاحظ على الشاشة وجهة وأين يتواجد المصعد. تحريك القاطعة التي تلعب دور المصدم للإشارة للوصول المصعد إلى الطابق الثاني. الوصول إلى الطابق الثاني، الإشارة إلى الوصول إلى الطابق الثاني بالشاشة والمصباح. تجربة الأولوية في طلب المصعد، طلب الصعود إلى الطابق الثالث، يتخلله طلب من الطابق الثاني، المرور بالطابق الأول، الأولوية في الاستجابة لطالب الطابق الثاني، الوصول إلى الطابق الثالث. طلب النزول إلى الطابق الأرضي باستعمال الأزرار المتواجدة داخل المصعد، يتخلله طلب النزول من الطابق الثاني، توقف عند الطابق الثاني، مروره بالطابق الأول، الإشارة إلى ذلك، الوصول إلى الطابق الأرضي. وفي الأخير، أي استفسار أو نقد يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا أو مجموعتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.